عندي ملف عايز احمله من المتصفح باستخدام برنامج انترنت داونلود مانجر. البرنامج اللي موجود قدامنا ده حابب اني احمل ملف بيه، فضغطت على تنزيل. ظهرت لي مشكلة دلوقتي، المشكلة دي بتواجه عدد كبير جدا من المستخدمين لا يعتمد هذا الاصدار من البرنامج، هذا النوع من التحميل. جرب تحديث البرنامج الى احدث اصدار. المشكلة دي بتواجه عدد كبير جدا من المستخدمين، مشكلة رخمة جدا، فحل المشكلة دي بسيط جدا جدا. تابعونا للنهاية وتأكدوا ان المشكلة دي هتتحل معاكم نهائيا. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة زيرو تي في. النهاردة هنحل المشكلة دي نهائيا علشان ما تظهرلناش مرة تانية على الجهاز عندنا او على اي متصفح. اول حاجة احنا هنفتح الاضافات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر او موجودة على جوجل كروم عندنا. بعد كده هنيجي على الاضافة بتاعت انترنت داونلود مانجر، هنعمل لها ازالة ونوافق. بعد كده هنيجي في سطح المكتب هنا، وفي سطح المكتب هنضغط كليك يمين وهنضغط على اوبن فايل لوكيشن اللي هي برنامج على برنامج انترنت داونلود مانجر. هتفتح معانا المكان او الصفحة بتاعة البرنامج في ملف بالاسم ده. الملف ده هسيب لك الاسم بتاعه في الديسكريبشن وهيظهر دلوقتي على الشاشة. الملف ده في ملف شبهه الملف موجود بالاسم اي دول اختصار داونلود مانجر جي سي اي اكس تي دوت سي ار اكس. الملف ده عبارة عن اضافة، الاضافة دي كل اللي عليك انك هتضغط عليها بكليك شمال او بمعنى عام هتسحبها لمتصفح جوجل كروم زي ما انا بعمل كده. هتلاقيه كاتب لك هنا اسقاط للتثبيت علشان ده ملف بصيغة اضافة او دي اضافة اساسا بتاعت انترنت داونلود مانجر. كأننا بنشيل اضافة وبنحطها مرة تانية، بعد كده نضغط على تثبيت الاضافة وبيقول لنا انترنت داونلود مانجر اكستنشن فور جوجل كروم هاز بين انستيلد. الاضافة اتثبتت بنجاح على جوجل كروم. كل اللي عليك دلوقتي هترجع للملف اللي انت حابب انك تحمله وتضغط على تنزيل. وزي ما انتوا شفتوا التنزيل فتح معانا، في الاول ما كانش راضي يفتح، دلوقتي التنزيل فتح معانا بدون اي مشكلة والملف اتحمل معانا بدون اي مشكلة. ولو ضغطنا الملف بالفعل انه ينزل، لكن لو حابب بطريقة تانية انك تحمل الملفات بدون الوجع الدماغ ده كله وما عندكش الاضافة دي معمول لها ازالة او انت ما ضبطهاش، كل اللي عليك انك تضغط على تنزيل على اي حال. بعد كده هتلاحظ ان الاضافة هتنزل او البرنامج او الملف اللي انت بتحمله هينزل من تحت هنا زي ما انتم شايفين. هينزل معانا عادي جدا باستخدام متصفح جوجل كروم او على اي متصفح تاني في خاصية التحميل مدمجة فيها عادي جدا. لو مش حابب انك تعمل الاضافة او تثبت جوجل كروم، دي كانت حلقة النهاردة. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تدعمنا بانك تعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يظهر لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في حلقة جديدة.